من جانبه أكد الكاتب الصحفي أسامة الماجد خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، أكد أن قطر بإعلامها المحارض غير مخلصة لمحيطها الخليجي والعربي، الأمر الذي يثبت أنها ضد العمل الخليجي المشترك. هناك شيء يدعى الضمير السياسي الموبوء، اسمح لي أقول لك بالدناءة، والذي يحمل كل ميكروبات الحقد والغل. وقناة الجزيرة القطرية التي وجدت لخدمة كل قوى الشر مخنوقة بهذا الوباء، ولا سبيل للشفاء من أبدا، ولا يمكن لأي أحد أن يقدم تفسير معقول لموقفها ضد مملكة البحرين، ولا وكيف تنتج هذا النهج المضاد لتفوق نجاح مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والتشريعات، والتي لم تحقق دور قطر ولو جزء بسيط منها. دستور دول مجلس التعاون دول الخليج العربية حافل بالمعلومات شقيقي، بالمعلومات القيمة كالمصير المشترك والتكامل والترابط في جميع الميادين والالتزام بمواد حسن الجوار والأخوة والتضامن والسلام والآخرة. لكن ما يفعله الإعلام القطري وقناة الجزيرة يخالف قرارات المجلس ومسارات العمل المشترك بالطرح العدائي الذي يتعمد العاملون في قناة الجزيرة وتركيبهم بلوج الغريب. فكل من يعمل في هذه القناة لا يعتنق أي قيم أو مبادئ ولا يحترم المقدسات والقوانين. ما ود التوضيح، قطر بإعلامها المحرض غير مخلصة لمحيطها الخليجي والعربي، وأثبتت بالتحليل والتفسير أنها ضد العمل الخليجي المشترك وعدم مراعاة الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وتعزيز الأمن واستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي. نعم. وبعيدة تماما عن التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف.